أبطال حلقة اليوم هم الأشباح، وأول شبح حاضر معنا اليوم هو حكيم بن شمش اللي قرب يولي أمين عام شبح البام من بعد ما أخذ خشيش تقريبا قافت صلاحية تشير حزب البام من بعد هذيك الجلسة الأخيرة اللي داروا بيناتهم. ولكن دابا من الوارد يكون عندنا حتى رئيس مجلس مستشارين شبح، لان الوضع الحالي اللي هو عايش فيه بن شمش سيؤثر لا محاله على رئاسته في البرلمان. وحنا عندنا اصلا الاشباح في البرلمان غير دايرين بسبب الغيابات المتواليه والمتتاليه ديالهم، برغم يعني الاقتطاعات وبرغم الترهيب وغيره، والو ما تيجيوش ما يحضروش نهائيا، يحضروا ملي تكون القص باش يكون واضحين. تتم المصادقة على المشاريع التي تهم المواطنين البرلمانيين يحسبون على رؤوس الأصابع، أما حينما يتعلق الأمر بالبرلمانيين أنفسهم وبمصالحهم الشخصية بحال مثلا مقترح معاشة البرلمانيين ستبقاهم حاضرين ناظرين واجدين على أهبة الاستعداد. خبر على الهامش، ما عرفتوش واش شفتوا هذا الفيديو ولا لا، ولا ما شفتوش اجي نشوفوه. غنطلع أنا غنعيط لكم للبوليس. عيطي لمن ما بغيتي عيطي. حي بعد مني، لا بعد مني. كتلخ مني فيك ما تقدرش تنو مي كتهجموا عليا، غنعيط لكم البوليس، غنعيط لكم البوليس، كتهجم عليا كتعطي اوامر تهجم عليا، انا غنصدمكم. شوفوا هاد الاجراءات هادي. هذا فيديو منع وتعنيف قياديه الاشتراكيه شريفه المغير بأمر من دريس الشقر على مقالته هي، وخرجت هذه الأخيرة بتدوينها في فيسبوك تقول بأن دريس الشقر هو اللي أمر بالمنع ديالها من أنها تحضر الاجتماعات ديال الحزب اللي هي كتنتمي ليه. مهم كتقول بأنها هي تعرضت للسب والقذف بكلام قذر والتعنيف، وقالت بأن واش هذه هي القيادة اللي ترحمت مؤخرا على عبد الرحيم بوعبيد، فيما خرج المكتب الوطني للشباب الاتحادية كتنكر فيها هادشي اللي قالت شريفة مغوير، وكتقول بأنه هي بانسحابها من المؤتمر الأخير ديالهم المؤتمر العاشر تعتبر أنها غير منتمية للحزب، وبالتالي أي حاجة تصدر عنها ما محسوبهاش عليهم، وأنها قامت بالإهانة ديال الاتحاديين والاتحاديات ديالهم وما عرفش داكشي كاع داير بيناتهم. وكيقولوا بأن شريفة وما قامت به ومحاولة بائسة ويائسة جاء بإيعاز ممن يريدون الإساءة إليها وإلى الحزب، أولئك الذين أزعجتهم الدينامية التي يعرفها الاتحاد اليوم. الله أكبر، ما فهمت شنو علاقة الدينامية بدريس الشقر، أصلا هاد الجوج ما كيتلاقاوش، مستحيل مستحيل. المهم هذا المشكل كله داير حول المناصب والمصالح الفردية. ويدوز الفيديو. واخا تشوفونا تنختلفوا راه حنا ما تندبزوا لا على مواقع ولا على بلايص. عدنا. من الوارد خلال هذه الايام يكونوا عندنا اطر طبيه اشباح كتدور في المستشفيات الحكوميه بسبب الاضرابات المتواليه ديالهم، خصوصا انهم قرروا يديروا واحد البرنامج نضالي طويل على مدى 4 اشهر. تخيلوا معايا 4 اشهر، 4 اشهر اليابان ناضت من الحرب في 4 اشهر ولات دوله متقدمه، وحنا مازال عندنا الاطباء هادي سنين ومنين وهما تيطالبوا بابسط يعني ابسط الشروط ديال العمل، ومطالبهم مشروعه ومازال ما بغاتش تحقق. نخافوا غنوصلوا لواحد المرحله نبقاو ديما نمشيو للمستشفيات الحكوميه ما نلقاو حتى شي حتى يدور تما، نلقاو غير المشاش وساق الزيت هو اللي تيدور. هذا الوضع جاء اسختي مع رئيس الحكومه اللي عندنا الرئيس الشبح، لانه صراحه ما عندوش شخصيه رئيس حقيقي، خصوصا انه ما قدش له هو ولا حكومته على الحوار الاجتماعي، وتولت وزاره الداخليه مهمه متابعه هذا المسلسل الحوار الاجتماعي اللي ما بغاش يسالي في الوقت الذي ابانت فيه الحكومه عن ضعفها في تحقيق ابسط مطالب الشعب الاجتماعيه. ابسط مطالب عبد الله ما قدرناش نديروها، ماشي حتى الخارقه للطبيعه. جينجل. والعثماني ماشي غير رئيس حكومة شبح، ولكن يمكن القول بأنه أمين عام شبح، خصوصا وأن شبح الأمين العام السابق بن كيران حاضر بقوة أكثر منه فيما يتعلق طبعا بأزمات الحزب، سواء بحال مثلا قضية حامي الدين أو القضية الأخيرة ديال أمينة مع العينين.
وربما خير دليل على ذلك هو ان امينه ماء العينين فاش حصلت مشات تتشاور مع ابن كيران ماشي مع العثماني، وي كانه العراب الاكبر ديال هذا الحزب الاسلاموي. امينه ماء العينين خرجت بواحد التدوينه على الفيسبوك يعني كتشرح وكتقول شنو الدار بينها وبين ابن كيران اللي تا هو عطاها فتوى من عنده فتوى باجديه من عنده، قال ليها قال لك شي حاجه هذوك الصور ديالكم شي ديوال قول لي اه دياولي ومن بعد واو يا كسي بن كيران. ونهار البنت جات لابسه اللي بغات البرلمان، هذيك ساعه ما كان شغل هذيك البنت، سبحان الله حلال عليكم حرام على الغير. صراحه التدوينه ديال ماء العينين فيها غير تخرميزه لانها عذر اقبح من الزله. واخر شبح معنا كنصادفوا في الحلقه هو شبح البطاله، صدفناه معنا اليوم وبغيناه نتكلموا معاه شويه على التصريحات الاخيره اللي خرج بها وزير الشغل محمد ياسين، وتيقول بانه البطاله في المغرب تراجعات الى 10% يعني من 10.6 الى 10% هذا العام يعني 0.6. اذا خويا شبح البطاله شنو رايك في التصريحات اللي قال السيد الوزير؟ اش قال السيد الوزير؟ قال بان البطاله نقصت من 10.6 ل 10 بيلا. شي اولا بسم الله الرحمن الرحيم بغيت نقول لكم هادشي راه ما كاينش، هاد السيد هذا راه مطلعها عليكم ما لقى ما يدار، لقى راسو خدام سالير زوين شبعان سافير شبعان ديسير مع راساتو جاي مطلعها عليكم. وزيد قال لك 0.6 اش من 0.6 راه اللي مشاو حرقوا معايا اسبانيا ووصلوا، انا اللي بقيت حاصل هنا في المغرب. كل مره اختي جاب ديني انا يقول لك هنا احسن من فرنسا انا احسن من فرنسا، ما شفنا والو ثلاث سنين هذه وانا باغي نحرق ناجر هذه البلاد هذه، اخوتي برا مرتاحين ما عندهم ما بطاله لا والو وانا جالس هنا مد بزاف هادشي بزاف. صراحه كيما شفتوا راه شبح البطاله براسو وطالع ليه الدم من المغرب. بارك دو فخر التعليق على حدث فقرة التعليق على حدث جبنا لكم داكشي ديال الكومونتيرات في الكلاس ديال ديزيدروس اللي كلاسها في البيك الكلاس اللي معروف بسميه المتنبي، والكومونتيرات هما هادو. البيك دار لهم كلهم الرقيه ولكن العزيز دق فيه جن كافر. وفي تعليق اخر ممكن اننا نسميه هذا احسن كلاس في تاريخ الراب المغربي. البيك كلاسها بالتكبر وديزي كلاسها بالحقيقه والحقيقه دائما تنجح واللي متفق يخبط جيم. اذا خويا شبح البطاله شنو رايك في التصريحات اللي قال السيد الوزير؟ اش قال السيد الوزير؟ بأن البطالة نقصت من 10.6 على 10 بيلا. حسنا باش نعاودها زعما هي قلتها.